والله ما قفلت باب فتنة عليك إلا فتح الله عليك أبواب الرحمات، ولا أعرضت عن شيء فيه لذة ساعة وعذاب دهر إلا أبدلك الله بلذات من الإيمان تتلذذ بها إلى لقائه. إن العبد يعرض عن الحرمة من حرمات الله في سمعه وبصره وفؤاده وجوارحه وأركانه، يعوضه الله إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. واعلم أنك تعامل الكريم. ثم البشارة الأكبر إذا وقع ذلك في زمان عظمت غربته واشتدت محنته وقل فيه ما يعينك على ذكر الله، فاعلم أن لله صفوة، ومن أعظم ما تكون الصفوة إذا عظم البلاء. ولا يزال البلاء بأولياء الله حتى يصبح العبد لا ينفك عن فتنة قائما وقاعدا، بل ربما جاءت الفتنة وهو مضطجع في منامه. فالله الله، الثبات على دين الله والتوبة.